بتوع امن الدوله دول اللي جم هنا قبل كده ومسكوك؟ هم. طب مالهم بيك يا اخويا؟ بقولك ايه، اوعى تكون من الاخوان. لا يا حبيبتي انا مش من الاخوان، انا كنت عضو في الجماعه الاسلاميه. قول كده بقى، يبقى مش هيسيبوك في حالك ابدا. ليه بس؟ انا عايزك تطمني خالص. اطمن ازاي بس؟ بصراحه انا قلبي مش مستريح لموضوع الجماعه دي. ما تسيبك منها يا اخويا وتخليك في مستقبلك احسن. يا سلام، عشان خاطرك هسيبني منهم خالص؟ وعشان خاطر مستقبلك؟ وعشان خاطر مستقبلي هسيبني من الجامعه والجماعه وكل حاجه. يا نصيبتي. ليه بس يا نصيبتي؟ ما قلنا دي مرحله وخلصت خلاص، وعملنا منها الشغل اللي احنا عايزينه والحمد لله رزقت. يعني معقوله يا احمد بعد السنين دي كلها تسيب الجامعه من غير ما تاخد الشهاده الكبيره؟ يا جمال الشهاده الكبيره يا حبيبتي، طول ما انا في الجامعه مش هتساب من امن الدوله وخراطيم امن الدوله وبويه امن الدوله واللي احنا كنا عايزينه منها الحمد لله خلاص خدناه وخلصناه. ايه ده، مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ انت خايف يكونوا بتوع امن الدوله ولا ايه؟ اعوذ بالله، انت بتقولي فيها؟ دول يسمعوا السيره بس ييجوا على طول. والنبي ما انت قايم، انا اللي هفتح. لا انا راجل البيت ولازم افتح. انت لسه مستحمي احسن تبرد. بس انا راجل البيت. انت سيد الرجاله بس انا اللي هفتح. ايوه جاي. مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا سي فتحي، اتفضل. يا رب يا مرات اخويا ما كنتش جيت في وقت غير مناسب. انت صاحب بيت، بيتك وبيت اخوك واحد، اتفضل يا اخويا. يا ساتر، امال الدكتور فين، نايم ولا ايه؟ ده الحاج فتحي. بسم الله ما شاء الله، بشرة خير، ربنا كده يرزقكم بالخلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى اتفضل. الف انا وشفا. ايه يا سيدي، على رجليك نقش الحنه ولا ايه؟ ليه بس انا، انت عيب عليك، تعالى كلهم الاول. الف شكر. ودي تيجي، ده انا هعمله اكل مخصوص. وجب. تسلمي. تسلمي دي كسلم. تسلم. حاله حاله. هو احنا هنكمل قعده هنا ولا ايه يا احمد؟ لا ازاي؟ على طول اهو هنخرج وراك. يا سلام، يلا بينا. استنى بس، استنى احسن تاخد برد. يا سلام، ربنا يكرمك. اتفضل. اتفضل. العيد قال. يا دوبك الدكتور جاب سيرة الجماع قدام ابوك وده زعبيب بقى مشير قامت. يا بفطولك في عرضك، ربنا يهديك، مفيش فايدة، عمل فضيحة. حبيبي يابا، حبيبي يابا، أبوك مش تعبان يا عم، أبوك اللي تعبه هو المحل، المحل ده قلبه وعينه وعقله. ما أنا عارف يا أحمد، وما أنا جاي لك ليه؟ إحنا بكرة من الصبح من نجمة نروح عند الموان اللي اسمه راغب، نجيب شوية موان، وأنت تستقضلنا نقاش، ولا أقول لك هات الواد فرج اللي عمل شقة حبشي جوز أختك مديحة، هو صنايعي كويس ومهوت في السعر. اعتبره حصل. يا سلام، وبالمره بقى الله يبارك لك نغير العده بتاعت ابوك لاحسن، دي عده المحل كانت عجر قوي والله، احلى حاجه عملوها العيال بتوع المظاهرات ان هم كسروا حاله. والمره نجيب له كام ترابيزه على كام كرسي، وفي الاخر الحساب وبما يرضي الله، انا النص وانت ومحمد اخوك النص. يا سلام، الحمد لله رب العالمين، الف حمد لله على سلامتك، الحمد لله، الاخوه عزوه. يا سلام، يا رب يا هاشم اشوفك زي عمك، راجل محترم مالي مركزك، وتد في العيله. وتد ايه بس يا دكتور، اسمها عمود الدار يا راجل، يا وتد. ربنا يسعدك ويرضيك يا احمد ويديك على قد نيتك. ربنا يبارك فيك يا ابو خالد. حبيبي بشوف الواد خالد والواد هاشم اخوات كده زي، يا رب. امين يا رب بحق جاهل مصطفى. يلا بسم الله، لو عايزين اي حاجه ندهوا عليا انا جوه. تسلم ايدك يا ام هاشم. يلا حبيبي يلا. يجعلوا عامر يا ابو حميد. بص كده يا حاج فتحي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللي قال لي يا ابو حميد، عملت لي ايه في موضوع الشقه؟ الحمد لله، الحمد لله، كله تمام، كله تمام. كل اوعى تكون كسلت يا احمد وما جبتش الشقه. يعني والله ما نقدرش نقول كسلت، لا ما ينفعش نقول كسلت، بس هو الحقيقه يعني الدنيا كانت مولعه نار نار نار. لا حول ولا قوه الا بالله، وما اشتريتش الشقه ليه قبل ما الدنيا تولع نار نار نار؟ ايه ده بس يا حاج فتحي، الله يا جدع، انت حط لقمه في بقك، مش معقول كده اللي حصل. يعني ان الدنيا ولعت نار مش بس ساعه المظاهرات، من قبل المظاهرات. وبعدين بص انا مش هخبي عليك، لازم اقول لك الصراحه. ايوه الصراحه يا احمد، الفلوس اتصرفت. يا نهار ابوك ازرق، انت ايه ده، وطي صوتك، في ناس نايمه. ما يصحوا، فلوس مين اللي اتصرفت؟ شاع عمر.
فلوس الشقه هتصرف وتقول لي وقت صوتها يا جدع انت فاهم بقى. الله، الفلوس ما ضاعتش، الفلوس زادت. شهر عمري زادت ازاي؟ بقوا كام يعني؟ بقوا كتير يا حاج فتحي، بقوا كتير. انا دخلتك انا ومحمد معانا في الشركه، بقينا نشتغل في الكتب والالبان والجبن، والشقه اللي انت عايزها دي هتبقى عماره وعمارتين وتلاته على ارض كبيره مش هنعرف نجيب اخرها. بقول لك يا احمد، كلامك ده انا مش داخل دماغي، ولو انت دكتور في الكلام انا دماغي دي اله حاسبه، يعني عايز اعرف بالمليم بالسحتوت. عجبني الكلام ماشي، ما عجبنيش يا ابن والدي تشق الارض تطلع لي بالخمس تلاف ريال، الخمس تلاف ريال السعودي بتوعي. يا جدع انت عيب عليك، ما تزعقش كده، ما يصحش كده. كل بقى ومد ايدك وانا هفهمك على كل حاجه. يا ابني انا حارف بالطلاق، ما انا واخر غير لما اعرف. طيب بص يا سيدي، احنا بنشتغل في 120 150 الف جنيه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. وجبت الفلوس منين يا اخويا حبيبي؟ اخويا حبيبي، يا سلام يا اخي، زي ما قلت لك احنا بنشتغل تقريبا في 120 150 الف جنيه. كتاب سيزون لوحده هيطلع لنا تقريبا 60 الف جنيه. الجبن والالبان بتطلع لنا في الاسبوع تقريبا 3000 جنيه. الهدوم بتعمل مكسب الضعف وهي بتدور نفسها. اللهم صل على النبي. وانا بقى نصيبي كام في الحسبه دي؟ نصيبك زي ما انت قلت، معظمه لسانك يا فتح، النص، مع انك ما تستاهلوش. بس بقى في الحقيقه عشان انت اخونا الكبير دي حاجه، الحاجه الثانيه عشان انا صرفت الفلوس من غير ما اقول لك. وانا ما يرضنيش اخد اكتر من حقي. الفلوس دي تتقسم علينا احنا الثلاثه، انا وانت ومحمد، ايه رايك؟ كانت فين المرجله دي من لحظه يا ابو الرجاله؟ معلش بقى ابو حميد، بس اهم حاجه تجيب لي شقه بدريه. حاضر يا فتحي حاضر، بس نعرف ايه اللي علينا، ايه اللي يدينا، ايه اللي معانا، ايه اللي مش معانا. خير خير ان شاء الله. ايوه كده راحت نفسي اتفتحت. بسم الله بقى عشان تفتح نفسي. يلا يا اخبار. ايوه بس كده يبقى في مشكله في اللي انتوا بتقولوه ده. مشكله ايه لا سمح الله؟ احمد مفهمني ان المصلحه ماشيه زي الحلاوه وما جابليش سيره اي مشاكل. احمد نفسه ما عرفش حاجه عن المشكله دي يا حاج. الله، يعني ايه نسبتي هي المشكله يا محمد؟ خلي بالك انا اللي حكمت بكده وانا اللي قللت. ده احمد كان عايز يديني النص وانا قلت له ما ينفعش، الاسم على ثلاثة. ما تهدى بقى يا عم، انت سخنان علينا ليه؟ وطي صوتك عشان انت قاعد. نفهم فيه ايه؟ قول يا محمد فيه ايه؟ الراجل اللي اسمه محي ده عايز يدينا البضاعة زيادة عن سعرها، وانا بقى قفشت معاه وقلت له مش هناخدها الا بالسعر القديم. وهي بقى دي المشكلة يا محمد؟ خلاص انا هروح له واخلص الحكاية دي معاه. لا تروح له، اوعى تعمل كده، انت هتصغر لي ولا ايه؟ انا خلاص قفلت معاه السكة دي خالص. يعني ايه انا مش فاهم؟ المصلحة باظت؟ مكسب 2000 3 في الاسبوع ضاع علينا؟ اسمع يا احمد، انا ما ينفعش معايا الكلام ده. اهدى بقى يا حاج فتحي. الله، انا اتفقت مع صباح اللي هي بنت ام صباح الله يرحمها، هي اللي هتورد لنا البضاعه اللي احنا عايزينها، والمفروض خضر كان جابهم بس المظاهرات بدات. ما ينفعش يا محمد، احنا عايزين بضاعه كتير قوي كل اسبوع، ما اعتقدش ان صباح هتقدر توفرها لنا. يا جماعه مش عايزين نطلع منظرنا وحش قدام التجار كده، هياخدوا من اي حد غيرنا. اسمع بقى منك ليه، انتوا شوفوا لكم حل في مشاكلكم دي. انا عايز اطمن على فلوسي. اطمن يا حاج فتحي، الله يبارك لك. انا ومحمد النهارده هنسافر وهنشوف ايه الحكايه ونحلها. لا سيب لي محمد النهارده، انا عايزه. ليه يا حاج؟ خير في ايه؟ خير ان شاء الله. في ناس بعتين معايا فلوس من السعوديه، عايزين نروح لهم ونديها لهم النهارده. فلوس ايه دي يا حاج؟ جرى لك ايه يا احمد؟ فلوس يعني فلوس؟ في حاجه اسمها فلوس ايه يا حاج؟ ايه يا عم، ما انا متزر من كده. ايه ده شويه، انا عايز اسال يعني مصري ولا ريالات يا اسطى؟ انت يا اسطى، انت يا جدع، انت يا جدع التك على الفرشه شويه. انت ايه يا اخي، استغفر الله العظيم يا رب، بتحسس على الحيطه. يبقى اصبر يا حاج، اصبر عليا، وفي الاخر ابقى احكم عليا. في الاخر؟ لو انا هستنى ليه الاخر؟ طب ايه في الباب اللي الشغل باظ منك؟ من الاخر هعمل ايه انا ان شاء الله؟ انام جنبك لغايه ما تعيد الشغل اللي انت بوظته. يا عم ما ترغيش، ما ترغيش، اشتغل على طول، ما تزعلش يا عم التوفيق. حاضر يا عم حبش. ايه؟ قلت ايه؟ حاضر يا عم حبشي، يعني تقول لي حبشة حاضر وانا اتقاوح معايا وتقول لي في الاخر؟ حبشي الواد ده يتغير. هتقول لي يا محمد ال 5000 جنيه بتوع اللي خدهم الحاج محيى عملوا فرق 250 جنيه، ده عشان محيى حرام، انما هم كان ممكن يعملوا اكتر من كده. كانوا ممكن يفرقوا معانا 100 جنيه لو كنا استنينا للصبح بس، لان انا لما سالت طلع الفرق 7 ساغ مش 5 ساغ زي ما الحرامي ده حاسب احمد. 7 ساغ؟ طب ما استنيتوش ليه؟ عمل قلق وغاغه، انا كان نفسي اخلص منه باي طريقه. ابن الحرام ده، على كده الفلوس دي لو انا فكيتها من معرفتي كانت فرقت معايا كتير قوي يا حاج احمد. معايا؟ ايه معايا دي؟ لا مفيش حاجه اسمها معايا، مفيش حاجه اسمها انا وانت وهو، في حاجه اسمها احنا. قرارك يالا، مالك بتبجح فيها كده ليه؟
وبعدين المصلحة واحد. أنا بس المشكلة إن الفلوس دي أنا أجيبها ريالات، يعني لازم أوصلها للناس ريالات. يا حاج فتحي قول لهم في السعودية إنك ريحتهم، حولتهم مصري بدل الشحطات اللي أهاليهم هيبقوا فيها في وسط التكسير والمظاهرات. لا ده في حاجة كمان، ده أنت ممكن تقول لهم إن أنا غيرت لكم وتعبت وجبت لكم قرشين زيادة خدمتكم يعني. لا 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 لا، ملهاش لزوم قوي موضوع الزيادة ده، أنت عايز تفتح عينيهم علينا ليه؟ ده كفاية قوي الكلام اللي قاله محمد. إحنا رحمناهم من الزحمة والمظاهرات والبهدلة، كفاية قوي. سبع سقف الريال. انت متاكد يا محمد ان المحل ده بيغير عمله؟ متاكد يا حاج، وحتى لو ما بيغيرش احنا هنخسر. هنخسر حاجه؟ على رايك هنخسر ايه؟ تعال بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، كام العروسه دي؟ 6 جنيه واللفه هديه من عندي كمان. الله يبارك فيك. على البركه. ها يا بسم الله. معكش 2 جنيه يا محمد؟ معايا. مش عايز تغير الريالات دي؟ لا والله، ده انا محتاج فيهم 500 ريال كمان. عقبال املتك راح انا ومراتي نعمل عمره. مبروك مقدما. طب عايزهم دلوقتي؟ هما ايه دول؟ ال 500 ريال يا ريت. بريزه زياده عن سعر البنك. بريزه مره واحده؟ ده على كده بقى خد الريالات اللي معايا وبلاش اعمل عمره السنه دي. ده احنا كده يا حاج ال 1000 ريال دول يعملوا 100 جنيه زياده عن سعر البنك. انتوا كده هتبقوا فاهمين غلط. انا لو هشتري منكم هتبقى زياده 5 ساغ بس، لكن لو هبيع لكم هتبقى 10 ساغ. مثالي. يعني انت لما تيجي تبيع بزياده 10 ساغ، لما تيجي تشتري بزياده 5 ساغ يا بلاش. ها قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله، لا هنبيع ولا هنشتري. يلا بينا يا محمد. طب والعروسه؟ تتربى في عزك. يلا يا محمد. ايه يا حاج مالك حرنت على الراجل ومشيت على طول كده ليه؟ بالعكس، ده انا خدت اللي انا عايزه وزياده كمان. اخدت ايه بقى؟ انت اللي بعت ولا اشتريت يا حاج؟ ازاي بقى؟ ده انا عرفت سعر العمله ماشي في السوق ازاي، ولو دورنا كمان شويه هنلاقي سعر احسن. بس انا معرفش غير الراجل ده. هو انت يعني كنت يا محمد تعرفه قبل كده؟ لا. خلاص هندور على غيره وان شاء الله هنلاقي احسن واحسن كمان ان شاء الله. يا استاذ حاجة. يا استاذ بص، بعت الصبي بتاعه يجيب لنا سعر زياده. ايوه حبيبي. لو عايزين تعرفوا مين عنده اعلى سعر اقول لكم. يا ريت قول عشان اقول اخد جنيه. هو نص جنيه مفيش غيره. ماشي. طب قول. هات النص جنيه الاول يا ابني. الاول هات بس النص جنيه. قول بس قول. عند حسان بتاع السندوتشات اللي في ميدان الجيزه. هات بقى الفلوس. طب اسمع بس، انت اسمك ايه؟ محسوبك حامد. هسالك على سؤال تاني يا حامد، لو جاوبت هديك جنيه مصح. تحت امرك يا حاج. ولو طلعت بتعمل عليا مصلحه يا حامد هاجي اخد الجنيه ده من عينيك. عيب يا حاج، خد كلامي ثقه. ماشي يا حامد. دلوقتي بقى انا لو حبيت اغير 1000 ريال زي ما يكون غير 2000، زي ما يكون غير 5000 ريال. بص بقى يا حاج، انت لو معاك فلوس كتير ممكن تتفاهم معاهم. وانت وشطارتك بقى يا حاج. طب خد يا حامد. ايه ده؟ ما في نص جنيه تاني. صحيح، هات كمان نص جنيه يا محمد. ماشي خد، هات النص جنيه ده. حسابي يجمع الا بالحق. الوقت احنا لما نروح لحسان هنسال على مين هناك؟ اسالوا عليه هو بس، مفيش حد بيبيع ويشتري عمله غيره. حلال عليك يا ابني كده. تمام. سلام سلام. يلا بينا هنخش على حسان ده نقول له ان احنا معانا 2000 ريال وعايزين نبيعها، نعرف السعر كام، وبعد كده نشوف بقى لو هنشيل ال10 على بعضهم هيدفع كام. لا مش هنعمل كده. امال هنعمل ايه يا حاج؟ اقول لك يا محمد، صل على النبي. احنا معانا 10000 ريال وان شاء الله هيبقى في زيهم تاني وتاني. ربنا يزيده ويبارك. الله يبارك فيك يا حاج. 2 شاورما، 1 بيض بالبسطرمه، 60 قرش ان شاء الله يا حاج. عايزين 4 شاورما يا معلم. خدت ولا عايز؟ عايز يا معلم. كل الاول وبعدين تعالى حاسب. لا يا معلم احنا كده مش هنعرف نتكلم يا حاج. لا يا عم هنعرف نتكلم. كنت بتقول لي انت معاكوا 10 وفي زيهم. احنا سالنا وطقصنا وعرفنا ان انت بتبيع بقى على سعر، عشان كده انا واخويا واحد شهور واحد بسطرمه 35. ما كتبناش خبر وقلنا لك على طول. بره مش هتعرف تجيب اكتر من 6 سقف ريال. انا هديك 7 وانت بتقول لي ان في زيهم، هديك 7.5 يا عم. ايوه بس احنا اجلنا من بره 10 يا حاج. يبقى روح غير من بره يا عمي. ولو جبت 10 سقف ريال ها انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. لا انت معاك حق يا حاج، احنا جالنا 5 سقف بس. ايوه تعالى دغري معايا عشان نعرف نشتغل مع بعض ونرزق سوا يا عمي. وانا هاجي معاك دغري. انا هاخد منك 8 سقف من 7.5، بس على شرط كل اول شهر هجيب لك 10000 ريال ويمكن اكتر كمان. ماشي، بس لو ما جبتش بقى الفلوس بعد شهر يبقى تيجي تديني التعريفه الفرق يا عمي. اتفقنا. موافق. بس حاول انك تخليها قبل شهر. يعني ما يقدر على القدره اللي ربنا حل. انت بتجيب الفلوس دي منين؟ من السعوديه ان شاء الله. قاعد هنا ولا هناك؟ لا هناك. انا بقى هقول لك ازاي تجيب الفلوس دي قبل شهر. خلاص بقى. خلاص يا صباح لو سمحت اهدي وكملي. تكمل ايه؟ هي بتقول ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه، عماله تعيط. يا ستي اهدي لو سمحت وقولي لي ايه اللي حصل. انا اقول لك يا دكتور. يا سيدي انا مش عايز اسمع منك حاجه، انا عايز اسمع من صباح. انا هي اهدى وهتقول لي ايه اللي حصل.
محي جالي هنا وهددني وقال لي هيخطف عيالي ويحرق قلبي عليهم لو اديتي حاجه للدكتور. يا دكتور ده راجل مفتري، وانا قلت للاستاذ محمد انه مش هيسيبنا في حل. بعدين بقى انا مش قلت لك مش عايز اسمع صوتك تاني لو سمحت؟ اتفضلي كملي ايه اللي حصل. رحت انا وخضر ولفينا على البلد كلها وجبنا يجي نص الطلبات، وتاني يوم محدش رضي يدينا حاجه، وحتى الناس اللي باعوا لنا بضاعتهم جم تاني عشان ياخدوها ويرجعوا لنا الفلوس. مش الدكتور قالك اخلص اسكت خالص؟ كملي يا صباح. قلت لهم مش هرجع الحاجه ومش عايزه فلوس، وعملت معاهم خناقه كبيره قوي. اموح الله يخرب بيته كان هيمد ايده عليا. ليه؟ هي البلد دي ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ كلهم عاملوا زي النسوان، اول ما شافوا محي جاي ومعاه قطه رجاله. طيب خلاص يا صباح اهدي انت وانا هتصرف. هتتصرف هتعمل ايه يا دكتور؟ مالكش دعوه. هو دلوقتي الدكتور مش قالك مالكش دعوه؟ ما تسكت بقى اسكت. حاضر. قولي لي يا صباح الحاجه اللي انت جبتيها فين؟ شايلها جوه وقافله عليها. ماشي، النهارده هتحملها خضره تروح بيها على مصر. استنى تعالى هنا قول لي، هو الحاج محي عرف منين انك انت وصباح بتجيبوا البضاعه دي ليه؟ ايه؟ ايه مالك بلمت ليه؟ ما ترد على الدكتور. انت مش قلت ليه خرص؟ لا حبيبي ما تخرص، المره دي رد بقى على الدكتور. معرفش. الله، ما تعرفش ازاي يا واد انت؟ هو في حد غيرك يعرف ان البضاعه دي جايه لنا؟ صباح. صباح؟ معقوله صباح هتروح تقول له ان البضاعه دي بتاعت الدكتور وتقطع عيشها بايديها؟ وانا شرفنا ده راجل ايده طايله في البلد ويعرف دبة النمل. طب بص يا خضر، انا مسامحك، انت عارف ليه؟ عشان انت معذور، انت عايز تثبت له ولائك، عايز تثبت له انك الراجل بتاعه عشان يرجع يشغلك عنده تاني. ماشي، بس انت كده حمار. طب وليه الغلط ده يا دكتور؟ لان حضرتك طول ما انت بتشتغل معاه هتفضل زي ما انت كده، عمرك ما هتترقى. انما معانا تحط ايدك في ايدينا ان شاء الله ربنا هيكرمك. يا لهوي الحق يا دكتور. اجري يا دكتور. سيبوه، اللي يجري ما يلزمناش، احنا عايزين الذكر اللي مجريش. يا حاج محي انت هتضربني ببلدكم ولا ايه؟ وفي اي حته يا دكتور، اللي حاربني في لقمه عيشي ويلعب من ورايا ملوش عندي غير الضرب وبالبلغه القديمه كمان. انت عايز ايه واحنا نعمله على طول؟ انك تمشي حالا من هنا ولا اشوفش وشك تاني، لا انت ولا قلاضيشة. ماشي، كان بس بيضاع هنا بعد اذنك، يعني اخدها واتكل على الله. تاخد ايه يا دكتور؟ خد نفسك الاول، انت مالكش اي بضاعة هنا، انت زي ما جيت زي ما هتمشي. تمام يا حاج. يا صباح البضاعة اللي عندك اعتبريها بتاعتك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. لو فتحت بقك بأي كلمة تانية خلي الرجالة تكسر السوم فوق دماغك. ليكن ناخد رجالة ونروح نكسره في بلده. رجالة ايه بس يا حبيبي؟ اخد الحق حرفة، احنا مش بلطجية، ما تقول له حاجة. يعني ايه؟ هنسكت؟ احنا مش عايزين ندخل في مشاكل، ما عندناش وقت نضيعه في اقسام ومستشفيات. خلاص يبقى نسلم بقى كده، نشوف حالنا بيقف وبضاعتنا بتتاخد مننا قدام عينينا ونقف نتفرج. بالعكس بقى، اللي عمله محي ده خدمنا ما ضرناش. جرالك ايه يا احمد؟ سلامة عقلك، ده ضرنا ونص كمان، ده خرب بيتنا. استنى بس عليا يا حاج فتح الله يبارك لك، ده انا بحضر له مرزبة لو وقعت على راسه مش هيقوم منها تاني. بس انتوا تسمعوا كلامي. طب قول يا سيدي، قول والقول قولك. احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعة لا من محيي ولا من غيره، هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي أرضنا. طب وهي فين أرضنا دي بقى إن شاء الله؟ يا ابن الجنية هنشتريها، صح كده يا أحمد حبيب أخويا؟ الله ينور عليك يا حاج فتحي. لا وهنشتريها في بلد محيي، وساعتها يبقى يوريني نفسه. أيوة بس أنت كده تبقى بتقف قدام القطر يا أحمد، محي ورجالته مش هيسكتوا. قطر ايه بس؟ احنا يا ابني لو عملنا اللي بقولك عليه ده بعون الله هنركب الصاروخ، ولو ركبنا الصاروخ القطر نفسه مش هيقف قصادنا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد. الله يكرمك يا عمي. الله يكرمك.